السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. المهم حبيباتي، نهار جديد، فلوج جديد بحال ديما. اول حاجه قبل ما نبدا معكم فلوج، بغيت نشارك معكم بالنسبه للمسابقه اللي انا حاطه لكم في لاباج انستغرام ديالي، اللي هي نفس سميه ديال القناه، بيوتي باي امينه. دخلوا البنات، دخلوا عندي، مرحبا بكم كاملين. كنشارك معكم بعد ما نكون كاع مصوره لكم فلوج، ولكن ضروري كنشارك معكم في لي ستوري نهاري كي كيدوز، فين كنمشي، شنو كندير، كاع اي حاجه كنديرها كنبارطاجيها معكم، كنتقربوا من بعضياتنا اكثر واكثر، كنهضروا في لي ميساج. دخلوا عندي لاباج انستغرام، وديجا كنحط لكم مسابقات اللي كيكونوا زوينين. المسابقه ديال هذا النهار فيها 7000 درهم البنات، هي كاينه امانه عندي 7000 درهم، حتى نشوفوا شكون هي الفائزه. ماشي الفائزه، غيكونوا 7 الناس اللي غادي يفوزوا، يعني ما عرفتش واش الرجال ولا العيالات، حين كانوا كيشاركوا معايا حتى الرجال وكيفوزوا، كنصيفط لهم الامانات ديالهم حتى لعندهم. ما خا ما كنتيش في المغرب، يعني كنتي في شي بلاصه واحده اخرى، تقدري تصافي لي نصيفط لك الامانه ديالك حتى لعندك. 7 الناس كل وحده فيكم غادي تربح 1000 درهم. كنهزو التليفون كاملين، كنبقاو من هنايا، من انستغرام، يوتيوب، هذه داكشي مكيعدو علينا حتى شي حاجه د النفع، ما فيها باس شاركي في هذه المسابقه، على الاقل تكوني درتي شي حاجه اللي قدرت نعود عليك من النفع. يقدر تكوني انتي هي المحظوظه اولا، انت هو المحظوظ، علاش لا، ضعفوا الحظوظ ديالكم. بالنسبه لشروط المسابقه، غنخلي لكم لاباج انستغرام اللي انا حاطه لكم في صندوق الوصف، اللي هي ديروا النيه، غتدخلوا لهذيك لاباج، ديروا ليها ابوني وتمشيو تابوناو، عندك 15 واحد اللي دايرين ليهم هما ابوني. نتمنى نكون شرح لكم مزيان، غادي نحاول نشرح لكم اكثر في التليفون باش تاخذوا فكره وتفهموا. ضعفوا الحظوظ ديالكم وشاركوا البنات، وان شاء الله يكون خير. ماشي اول مره كندير لكم مسابقه، يا ما درت مسابقات كتكون الشفافيه والمصداقيه، وكيدوز كلشي قدامكم، كنصيفط للناس، كنصور لكم لي غوسي ديال الناس. الحمد لله ما عمرني تحاشمت مع شي واحد، وما عمرني غنتحاشم مع شي واحد فيكم، ولهلا يحاشمنا يا ربي. انا غادي نشرح لكم مزيان هنا البنات، باش تعرفوا كيفاش كيكونوا الشروط، حيت كيكونوا ساهلين بزاف. غادي نحاول نشرح لكم مزيان بالنسبه للناس كيقول لي امينه حنا ما فهمناش. المهم غادي تجيو لهذا الكونت، هذا مكتوبه فيه ديروا النيه وشاركوا. ديجا فيه التصويره ديالي البنات، ركزوا على التصويره ديالي اللي غتكون في الكونت، هو هذا كما كتشوفوا. غادي ديروا ليه ابوني، غتضغطي هنا وغتجي عند هاد 15 واحد اللي كاينين هنايا، وغادي تابوني عندهم فقط، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. يعني ديجا انا ابوني هنايا، غادي تابوناو، اسمحوا لي غادي نشرح لكم مزيان، غادي تابوني هنايا. المهم عند هاد 15 واحد كلهم غادي ديري ليهم ابوني، صافي، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، ضعف، صافي، هادو هما الشروط، ما كايناش شي حاجه واحده اخرى. يعني اي وحده فيكم تقدر دير هادشي اللي انايا درت، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا من الرابحات، علاش لا، يا ما دوزنا مسابقات كما قلت لكم البنات، وكيكونوا الناس اللي كيربحوا فعلا كيفرحوا، والله يسخر الجميع وحظ موفق للجميع. ضعفوا الحدود ديالكم وشاركوا كما قلت لكم. بالنسبه لهاد لاباج انستغرام هادي ديال ديروا النيه وشاركوا، غنخليها لكم، ونخلي لكم لوليان ديالها في صندوق الوصف باش تدخلوا ليها مباشره وتشاركوا، اولا ديروا وتحققوا الشروط ديال المسابقه. ديجا بالنسبه بعدا التيراج وصغ ولا السحب، غنديروا لكم من هنايا، يعني هادو هما الناس اللي مشاركين. دابا مشارك 6461 واحد، من هنا غادي ندير لكم التيراج وصغ البنات، يعني حتى انت شاركي باش ان شاء الله علاش لا تكوني من وحده من الناس اللي غادي يربحوا. حظ موفق للجميع كما قلت لكم. دابا غادي نمشي باش نوجد عليا، لقيتوني غادي نخرج. ديجا راه تغديت، راه تغديت نص نهار ثاني، هذا ما بديت لكمش انا اصلا فلوق من الصباح. غادي نمشي نوجد راسي باش نخرج، وخليكم معايا فين ما مشيت هاد العشيه، اكيد غادي نديكم معايا، واي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم بحال ديما. المهم جيت باش نصايب مكياجي، ديجا مازال ما درت لوجهي حتى شي حاجه، حدي اضغطيت البشره ديالي ودرت فوق من عينيا واحد لونتي ساغل وشويه من تحت من عينيا، فقط هادشي اللي دايره انا دابا لوجهي. بغيت نوريكم بالنسبه لهاد الفون دو تان البنات، هاد ماجيك اللي قلت لكم خديت داك النهار عند خالد، مرحبا، والله الا ماجيك ديال بصحه، حتى ما غتفهموا فيها والو. ها انتما شوفوا اللون ديالها، شوفوا البشره ديالي، وشوفوا اللون ديال الفون دو تان، اللون ديال الفون دو تان غامق على وجهي، انا دايره الاضاءه باش تشوفوا مزيان. ها انتما غامق على البشره ديالي، انا غادي نديرو على وجهي، غتشوفوا غادي ياخذ اللون ديال البشره ديالي، ما غاديش يبقى يبان لكم انه انه زعما غامق. هناخد واحد شويه ديال الفيكساتور هادي، ها انتما شوف، هي كتجي خفيفه على البشره، ما كتجيش ثقيله نهائيا، غير هي كنتي سمراء كنتي بيضاء كيما بغيتي تكوني، كتاخد اللون ديال البشره ديالك. عرفتي راه انا فاش درتها صراحه كنتعجب فاش سمعت عليها، هادشي ما تيقت، قلت خصني نجرب، فعلا قلت خصني نجرب. وانتوما كنجرب قدامكم باش تشوفوا، حتى نتوما شوف ما كيبانش، ماشي ما كيبانش، هانتوما راه باين الفرق بين هاد البلاصه وهاد البلاصه، غير كي زعما كيوحد لون البشره، غير هو في نفس الوقت
كي بحال قلتو كياخذ اللون د وجهك، كنتي سمراء كياخذ اللون د الوجه، هاد السموريه ديالك كنتي بيضه كياخذ اللون د البيوضيه ديالك، شفتو ما كيجيش كاع باين باللي درجه اغمق من بشرتي، ولكن واعر يا البنات، زوين بزاف 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 بزاف. انا هو اللي كندير وسيختو انه خفيف. المهم هو الا بغيتو تسكريني ولا شي حاجه وهذا. المهم البنات انا عاد وجدت راسي وغادي نخرج دابا. المهم بغيت غير نشارك معكم بالنسبه لهاد التريكو هذا اللي لابسه انا اليوم، راه التوب ديالو فوق خفيف وخا هكاك اصلا سخون الحال اليوم، المود ديال الصاد تقولوا الصيف شهر 6 سبحان الله العظيم سخون الحال هاد الايامات في اكادير. المهم بالنسبه لهاد التريكو هذا خديته من عند واحد السيد اسيوي حتى لشي يعني ترجع للدار، وغنشارك معكم بالنسبه للحويجات اللي خديت من داك السيد وغادي نقول لكم لا كاليتي كيفاش جاتني وكلشي. المهم من بينهم هاد الارتيكل هذا كما قلت لكم اللي لابسه انا اليوم، لبست مع صبرتي فيها الكحل والابيض وصافي هادشي اللي كاين. البنات لقيتوني جيت لاكاديمي ديال تي بابو كما قلت لكم داك النهار، غادي نبقى دائما نعطيكم المعلومات اولا لي فورماسيون اللي كيزيدوا اللي كيزيدوا جدادنا في لاكاديمي، وبزاف منكم باقيين كتسولوني على البلاصه فين وكتقولوا لي على الاثمنه. الاثمنه البنات مناسبه، هادشي نقدر نقول لكم الا كنتو باغيين تعرفوا زعما بالضبط الثمن تقدروا تواصلوا معهم. ديما تنخلي لكم النمره، اكيد نخلي لكم النمره هنايا مقيده باش تشوفوا واحد ديما كتغلطوا، فوق ما كنخلي لكم شي حاجه صندوق الوصف كتغلطوا فيه، ولكن نخلي لكم مكتوبه هنايا باش تواصلوا مع الناس. الاكاديمي كاينه في اي تملول، كاين بزاف وبزاف ديال الحوايج اللي مهمه سواء لينا حنا سواء لوليداتنا. المهم ديجا كاينه معايا عاود السيده اللي غادي تشرح لنا مزيان على اول حصه بعدا غادي تبدا ديال تحسين الخط، تكون هذا السبت هذا اللي غيكون شحال شهر 3 8 شهر 2 غتكون اول حصه. المهم غادي كما قلت لكم تشرح لنا السيده مزيان مزيان باش تاخذوا فكره، راه كنحاول نشرح لكم مزيان البنات، كتعطوني نفس الاسئله اللي انا تنشرح لكم عليهم في الفيديو كتكتبوا لي في الكومنتار. حاولوا غير تركزوا شويه مع الهضره اللي غادي نقول لكم دابا، غادي تفهموا كل شيء. وكما قلت لكم نخلي لكم النمره، الهدف ديال انني كنخلي لكم النمره هو انكم تواصلوا مع الناس، اي حاجه ما شرحتهاش لكم يقدروا يشرحوها لكم هما. الحصه تاع تحسين الخط للوليدات من 7 سنين الفوق، ايوه عاد الحصص كل حصه من ساعتين. كنعلموا الوليدات الخط الطريقه الصحيحه للخط بالطرق اللي غتبقى معاه ديما، يعني حيت الخط كيشكل واحد العنصر اساسي، مثلا فاش كيوصل الوليد لواحد لاج تيدوز امتحانات الخط تيولي ضروري، تيولي عائق الا كان مبقاتش بصح بصح. دونك هاد الحصص فيهم هاد التكوين فيه 4 حصص، وبين كل حصه وحصه كنحاولوا نعطيو الوليد تمارين باش كيكون كيتمرن عليهم قبل ما يجي عندنا الحصه الجايه، ومن بعد لا فورماسيون كنبقاو دايرين المواكبه في الواتساب مع المهم. خذوا البنات هذا الشيء ولا الامهات خذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، حيت هذا الشيء راه ما تستهنوش به، راه كاين شي حوايج كيبانوا لنا بساط ولكن راه الا ما تعالجوش سورتو في الوقت اللي خصهم يتعالجوا فيه، يعني الوليد ما حدو صغير يتعالج ذاك المشكل راه تيبقى مع حياته كامله. وبالنسبه للثمن راه ثمن جد مناسب، قلتها لهم ما غاديش تلقاو اصلا بحال هاد الاثمنه اللي دايرين تي بابو، غير باش نقولها لكم البنات ماشي بهدف الاشهار، ولكن تنقول لكم داك الشيء اللي كاين، تنقول لكم الصراحه الاثمنه اللي دايرين راه جدا 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 مناسبه. بالنسبه حتى لحصص لا كومينيكاسيون كيدوزو حتى هما بطرق جديده، لان الاستاذات فرنسيات ديالنا يعني طريقه التعلم يعني التعلم باللعب، ومقسمينهم الاعمار يعني واحد القسم كتلقى فيه الاعمار متقاربه والعدد قليل باش الوليدات يستافدوا اكثر، والفرنسيه قسمها للاعمار وكاينه حتى للناس الكبار، كاينه الحصص فيهم ميكس للرجال والنساء، وكاينين النساء اللي تيبغيو لي كور بوحديتهم مع استاذه فرنسيه كذلك، كاينين حصص في الصباح من 9 ل 11 جوج مرات في الاسبوع، وكاينين حصص اللي تيكونوا في العشيه من 2 حتى 4. يعني كل واحد يختار الوقيته اللي غادي تناسبه. نفس الشيء كاين بالنسبه للانجليزيه، اللغه الانجليزيه نفس البروغرام، كاينين حصص للوليدات الصغار من 5 سنين حتى 9 سنين، كاين 10 سنين حتى 15 عام، وكاين حصص للناس الكبار كذلك. عندنا برنامج تنميه الذكاءات فيه الصوروبان فيه الشطرنج وفيه مهارات تنميه الذكاء التركيز والانتباه، لان اغلب الوليدات ولا عندهم مشكل تاع التركيز والانتباه، دونك تنعطيهم تقنيات باش يكون عندهم التركيز والانتباه زايد. البرنامج الاخر هو بريباراسيون ليكزامان ناسيونال وريجيونال، يعني الجهوي الوطني، والجديد هو ان درناه سو فورم دي باك، يعني باك كيستافدوا التلميذ من المواد كامله بثمن مناسب. اييه على انه يخلص كل ماده بوحدها سبب، وما تيبقاش يقلب على مواد اخرى في بلايص اخرى، كيبقى كلشي المواد اللي محتاجهم هنايا في لاكاديمي.
دونك نتمنى نكون عطيناكم المعلومات كاملين. اي واحد عنده شي تساؤل اولا بغى يسول شي حاجه كما قلت لكم تواصلوا مع الناس كيكونوا يعني ديما في الخدمه كيجاوبكم على اي تساؤل نتوما محتاجينه. وخذوا هذه الهضره كلها بعين الاعتبار. واي واحد كان محتاج لشي حاجه بحال يعني كان عنده شي خصائص في هذا الشيء اللي ذكرناه مرحبا بي تنرحب بكم زعما هذا اكاديمي ديالي مرحبا بكم. البنات لقيتوني جيت دابا عند جيت للبارفومري ديال خالد مرحبا غادي نصور لكم شنو كاين في الجديد من النقطه انا داكشي خاصني بالنسبه للناس اللي مازال كيسولوا على البارفومري فين بلاصه كاين في سوق الحريه ادخلوا مع باب 10 الدوره الاولى على يديكم في اليمين تما فين بلاصه كاين غنحاول نشارك معكم اشنو كاين بالنسبه للجديد كما قلت لكم لي بارفوم لي برودوي كداكشي وبغيت نبارطاجي معكم البنات عطيني هذاك دونتيفريس فوزي هذاك اللي تما هذاك بغيت نقول لكم البنات بلي مازال لا بروموسيون في هذا واحد القضيه بغيت نجاوب واحد لابوني اللي قالت لي بلي قلبات عليه في الفارماسي كاينه في الداخله وقيلا ما عرفت في العيون قالت لي بلي قلبات عليه وما لقاتوش بغيت نقول لكم راه خالد يدير لا ليفريزون فين ما كنتي غادي يصيفط لك زعما يصيفط لك الامانه ديالك حتى لعندك الا كنتو ما لقيتوش شي بلاصه وبغيتو تجربوا وتاخذوا تواصلوا معاه تنخلي لكم ديما النمره ديالو في صندوق الوصف تواصلوا معاه يقدر يصيفط لكم كما قلت لكم الامانه ديالكم ديجا راه مازال فيه لا بروموسيون وحده تاخذي فابور وجوج كتخلصيهم الثمن ديال واحد 35 درهم هذا البنت راه زوين بزاف غير خذوه ما غاديش ندمو عليه نهائيا البنات بالنسبه للروج اللي انا دايره اليوم ديجا هذا ديال سيفورا بغيت نوري لكم بغيت نقول لكم بلي راه ديسپونبل عند خالد هادو راهم زوينين بزاف سيرتو بعدا هاد لا ريفيرونس اللي انا دايره اليوم راه قليل غتلقاوها اصلا ما كيكونوش بزاف ما تكونوش ديما ديجا راه كاين الباك كما كتشوفوا بحال هكا واللونات ديالو كيحمقوا ديجا راه انا زعما واخده منه باك زوين بزاف انا دايره لا ريفيرونس 13 واقيلا بغيتي نشوف لكم نتاكد هو ثلاثة وعشرين ولكن راه زوينين بزاف هادو ديال سيفورا صدقوا زوينين كيما قلت لكم بالنسبة للون اللي وريتكم انا دابا هو هذا صراحة كاين عندكم هذا وهذا اللون ديالو كيحمقو هادو خلاص كيكونوا فونسي شوية هما ديال المناسبات ولكن حتى هما كيجيو زوينين هاد الأحمر تا هو خطير الأحمر ديال سيفورا كيحمق زوين بزاف المهم صراحة إلا خديتو الباك هكا كامل مغاديش ندمو عليه زوين بزاف 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 غادي نصور لكم بالنسبه لي بارفان شنو كاين في الجديد بالنسبه لي بارفان غير واحد الحاجه اللي ناكد لكم حيت عاوتاني تجيوني الاسئله وداك الشيء لي بارفان راهم اوريجينال البنات والاثمنه ديالهم مناسبه ديجا نقدر نحط لكم هذا الفيديو قبل ما تسالي لا بروموسيون غتسال ان شاء الله حتى نهار الاربعاء يعني شحال كاين في خالد اخاليد في لي بارفان شحال في المئه 30% ديال التخفيض يعني شي حاجه اللي زوينه الا كنتي انتريسي باش تاخذي شي بارفان هذه هي الفرصه ما تفلتيهاش نهائيا عنده دي بارفان شي حاجه واعره بزاف كل واحد لوغو ديالو كل واش تيعجبو ميم ديال الرجال حتى هما راهم كاينين كاينين لي باك البنات حتى هما كما كتشوفوا الا كنتو كتقلبوا على دي بارفان اللي كيكونوا الاثمنه ديالهم مناسبه ما تيكونوش زعما غاليين وداك الشيء وفي نفس الوقت كيبقاو شادين يعني هذا ديال النهار كتبقى البارفان كتشوطيها في الصباح وكتبقى لك شاده حتى الليل كاين هاد النوع ديال لي بارفان كاين هادو ديال غابريني وكاينين البنات هادو غابريني تا غير هما الباكاجي اللي مختلف هادو اللي ديال الرجال وهادو ديال العيالات ولكن راه فيهم شي رويحات كيحمقوا زوينين بزاف فاش هادشي اكيد غادي تشموا المهم الروائح كيبقى كل واحد والذوق ديالو قلت لكم شحال مره كما قلت لكم غير هو الثمن ديالهم جدا مناسب وكيبقاو شادين الناس اللي كيبغيو يخسروا فلوسهم بزاف في لي بارفون داكشي الحاجه اللي جربتها الناس مؤخرا عطاتني نتيجه زوينه كنت نيت غادي نهضر لكم عليها اللي هما هذا ديال مافالا هذا ديال الشفار هذا ديال الشفار ديال مافالا صدق زوين هو اللي كندير في لاغوتين ديالي هاد الايامات بالليل الناس اللي عندهم مشكل ديال ان شفارهم خفاف ليهم بزاف جربوا هذا غير هو عطيوه وقت واستعملوه واحد المده تيبدا يبان لكم الفرق يعني ماشي ديريه واحد السيمانه وتقولي ما بانش ليا الفرق يعني اي حاجه راه كتبغي تعطيوها الوقت ديالها عاد كيبان لكم عاود لي فوندوتان اللي كيكونوا شويه زعما خفاف تقدري تستعمليهم ديما ما تي يسدوش لكم البشره ديالكم مسام ديال البشره ديالكم هادو ديال بيسال البنات وزوينين تيطلعوا لو طان كيحمق زوين ها ديجا يلا جاهم لا ريفاج غير مازال ما داروش تما زعما بصفه عامه بالنسبه لي برودوي ديال بيسرهم زوينين بزاف قلت لكم شحال من مره لي غلوس ديالهم حتى هما زوينين العكوره عندهم لي بودغ وحتى بالنسبه للفيكساتور غادي ناخذو نيت حيت القدريه ديالي الفيكساتور ديال بيس حتى هو زوين بزاف وحتى هما الاسمنه ديال بيس مناسبه في المتناول ديال الجميع وماكياج ديالهم زوين
المهم بالنسبه لي فوندو تان كاين فيهم واحد لو شوا اللي هو كبير. شنو كنستعمل انا حاليا سيرتو ملي كنبغي واحد لا كوفرونس اللي كتكون كبيره في البشره ديالي كندير البنات هذه ديال غابرييني. هذه حتى هي الثمن ديالها رخيص وزوينه بزاف سيرتو ملي كتكون عندك شي مناسبه وتبغي لو تان ديالك يكون موحد. هذه غادي تعجبكم هذه ديال غابرييني فيها بزاف ديال لي تان كل واحد واللون ديال البشره ديالو. كاينين حتى بالنسبه لي باليت حتى هما فيهم واحد الشوا اللي هو كبير كما كتشوفوا. الباكاجين بعدا ديال البيس جديد هو هذا كما كتشوفوا ديال فوندوتان جديده ماشي فوندوتان غير الباكاجين جديد. ما بالنسبه للبرودوي راه هو بغيت نوريكم البنات هذا مازالين كتسولوني عليه. هذا ديال بنفيت اللي كما قلت لكم تيدار الحنيكات والفم. هذا الزوين زوين زوين راه فيه الكبير وفيه الصغير باقي كتسولوني عليه. ها هو تقدروا تسكرينيوه الا كنتو باغيين تاخذوه هو هذا. المهم كما قلت لكم زوين بزاف وكيعطي واحد الفيل اللي هو ناتوريل كيجي خفيف على البشره. تقدري ديري الوجه لهذا لفمك كما تقدري ديري لحنيكاتك. بالنسبه للانتي سيرن كاين جوج ديال لي زونتي سيرن اللي انا جربت وعجبوني بزاف. كاين هذا ديال تو فيس هذا خطير اصلا. لي برودوي ديال تو فيس البنات كتعرفوا بلي لا كاليتي كتكون زوينه ما نحتاجش انا نشكرهم ليكم زوينين بزاف. وكاين هذا ديال تاخت افتح هذا خالد. كاين هذا ديال تاخت حتى هو رائع جدا زوين زوين. هذا ديجا كيحمل به الناس البروفيسيونيل زعما الميك اب ارتست وداك الشيء كيعطي واحد الاضاءه اللي زوينه بزاف وما تيعطيهم كيخطف تحت من العين يعني ما كيعطيش دوك الخطوط ملي سورتو ملي كتفيكسي بشي بودغ كيجي واعر بزاف. هذا وهذا خطيرين. وبالنسبه لاحسن برايمر كنجرب انا هو هذا. هذا راه بروفيسيونيل اصلا ديال لي بور كيعطيك واحد البشره اللي كتكون رطبه وتسدلك لي بور قبل ما ديري الفون دو تان. هذا ديال بنفيت الا جربتوه ما غاديش نمو عليه نهائيا. زوين هذا البنان زوين بزاف. يلا دخلت للدار قبيله دزت المرجان فاش كنت خارجه قديت شي حوايج كانوا خاصني للدار. خديت هادو صوفيا هادو كديرهم مع الحليب ديجا جايه في الطريق وكتاكل فيهم كديرهم مع الحليب كتفطر بهم. خديت هاد الكرواسون هادي خديت سباغيتي خديت اوريون. هادشي على قبل صوفيا صراحه كانت ديما الكوتي ديالها فاش كنجيبو ليها. خديت ميراندينا خديت شنيك. هذا البنات احسن شنيك كناكل انا ولا كندوق الصراحه هو ديال المرجان واعر غير هو دائما فوق ما كنمشي كنلقى الثقيله. هذه بوحدها اللي لقيتها ممكن نقدر زعما كناخذ منه كنديرو في الفريغو كنبقاو في التربيه. هذا كيجيني احسن ديال الباتيسريات الصراحه نقولها لكم كيعجبني بزاف. ما عرفتش تقولي واش نتوما بحالي ولا لا. المهم شنيك د المرجان احسن شنيك. انا بعدا بالنسبه ليا خديت فروماج ديال ساندويتش خديت هاد البسكويت الاخر. المهم انا اصلا صراحه ماشي على قبل هادشي ديال الكوتي ديال صوفيا كتبغيه. خديت كوكيز خديت هذا ديال كازينو وخديت هاد البسكويت الاخر بالفريز حتى هو. وخديت واحد القصه هادي المهم داكشي باش كدير كولورياج صافي هادشي اللي خديت. وخديت لها واحد البيجامه ديجا راه لبساتها. دابا غادي نحيد هادشي نرجع كل حاجه بلاصتها وغادي نمشي باش نوجد الطبيله. بالنسبه اليوم العشاء ديالنا سوشي صراحه رجلي اللي تشهى قاعده نمشي غير اليوم لي سوشي وكومونديتو من عند البهجه. انا غادي نبارطاجي معكم ديجا راه يلاه وصلتني لا كوموند ديالي. والصراحه احسن احسن سوشي كندوق انا لحد الان هو ديال البهجه سوشي تبارك الله اللي ما شاء الله خدمته زوينه بزاف خدمته نقيه داكشي كيديروا في ميزون تيقاد داكشي على حقو طريقو زوين صراحه. انا ما كنعرفش نقدم صراحه في الدار جامي جربت نجرب انا نصايب لي سوشي في الدار يعني فوق ما كنتشهاهم ولا كيتشهاهم راجلي اولا كنكوموندي من عند البهجه. المهم كيما قلت لكم ماشي قاد الطبيله ديالي عاد نبارطاجيها معكم. المهم هي الطبيله يلا وجدتها البنات كما كتشوفوا. بالنسبه لي سوشي هما هادو درهم لي في هذا الباطو هذا صراحه فنين ما عندي ما نقول ما شهيتكم فيهم. بغيت نقول لي تبارك الله عليك من هنا ما شاء الله خدمتك زوينه بزاف. شحال من مره البنات شكرت لكم الخدمه ديال البهجه ما شاء الله حتى التعامل ديالو زوين بزاف بالشهاده ديال الناس كاملين اللي كيتقدموا من عنده ولا كياخذوا من عنده لي سوشي الله يعمرها دار كيجيب لك
لا كوموند ديالك في الوقت ما عندي ما قلت تبارك الله عليه. والاهم من هذا الشيء كامل ان خدمته نقيه كما قلت لكم داكشي في ميزون نقي بزاف وزوين، واهم من هذا الشيء كامل انه بنين بنين ديال بصح. ممكنين هادو اللي كيكونوا طيبين انا ما كنفهمش صراحه بزاف لي سوشي، وكما قلت لكم ما كنعرفش اصلا نطيبهم ولكن كيعجبوني. وخديت هاد المحتاج تاع السباغيتي صراحه شتا عنده داك نهار في لاباج وتشهيتها، ديجا كنت واخداها من عنده وكانت عجبتني، كنت ديجا شاركتها معكم. كتجي زوينه بالدجاج بالفلفله والخضيره ديالها، كتجي حتى هي من ألد ما يكون. دوقوا عنده هذه حتى هي غادي تعجبكم بزاف بزاف. المهم هذه هي الطبيله ديالنا كما قلت لكم، غادي نقصوا باش نتعشاو ياك صوفياتي، هنقصوا باش نتعشاو ونتلاقى بكم البيت. انا رجعت لكم بعد ما تعشينا، دابا جيت باش نبارطاجي معكم بالنسبه للحوايج اللي توصلت بهم للموقع الاسيوي اللي قلت لكم قبيله البنات، اللي سميتو كويي او لا كوي، كوي او لا كوي ما نعرف كيفاش كتقرا. المهم ها هي كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا الموقع كاين صراحه شي حوايج اللي تصدمت فيهم فاش شفت لا كاليتي ديالهم. باش نقول لكم ماشي العلاقه حالتهم، باش نقول لكم الصراحه داكشي اللي كنقول لكم ما نكذبش عليكم. كاين شي حوايج اللي عجبوني وكاين شي حوايج اللي ما عجبونيش نهائيا. المهم اول حاجه غنبدا لكم بالحوايج اللي عجبوني هما الاولين، عاد من بعد ندوز للحوايج اللي انا ما عجبونيش وما مقناش بهم وما رضيتكم حتى نتوما اكيد تاخذوهم. غندوز لكم الحوايج اللي انا يعجبوني وفاشتهم فريمون كيجيو فنين في اللبسه ولا كاليتي ديالهم كتبان زوينه. اول حاجه البنات اللي هو هاد الصبيبيط اللي كيجي اولا لي بوت ولا زوين في اللبسه ديالو، وديجا يعني حتى لا كاليتي كتبان مزيانه ديالو. شفتوه؟ المهم قولوا لي كيفاش جاكم، واش عجبكم حتى نتوما ولا لا. غنوريكم بالنسبه للداخل كيفاش داير. شفتوا تيجي بحال منمر من الداخل وكيجي زبون في الرجل. هذا راه كيجي جامع الرجل، يعني كتبان الرجل صغيره فاش كتلبس. انا ديجا كنلبس 39 وكاين شي حوايج كنلبس فيهم حتى 40. هذا كما قلت لكم كيبين الرجل مجموعه وكيجي غزال. ثاني حاجه اللي عجبتني وان شاء الله تعجبكم حتى نتوما اللي هما هاد لي زيسبا هادو اللي كيجيو بحال هكا. المهم هادشي راه ديجا ملبوس ديجا ملبوس على هادي لهاد الاخر اللي وريتكم، يعني بان لكم وسخ شويه ما تديوش. كما قلت لكم كيجيو بحال هكا في هاد اللوينات، كتجي طالعه من هنايا. هادي هي عجبتني بزاف، لا كاليتي ديالها زوينه بزاف، يا البنات كتجي فنه في اللبسه. شفتوها؟ هادي حتى هي كتجي غزال، هادي حتى هي عجبتني. المهم بالنسبه لهادشي كامل اللي غنوريكم غادي نخلي لكم اكيد لو ليان ديال لو سيت لا بار دانفو، غنخلي لكم لي ليان ديال كاع هاد لي زارتيكل الا بغيتو نتوما تاخذوهم. من بين الحوايج اللي عاود عجبوني هو هاد تريكو هذا. هذا كنت لابسه خوه قبيله في البيض، راكم شفتوني صورتو لكم فاش كنت خارجه به. ها نتوما هذا كيجي غزال في اللبسه ديالو، كيجي كيحمق فيه هاد الديطاي هنايا، ما توضح لكم ولا في الكميمات بحال هكذا. فيه النوار والكري، التوب ديالو حتى هو زوين. المهم التوب ديالو خفيف ما ثقيلش ولكن زوين. ها نتوما فيه الجويب هنايا، فيه نفس الديطاي عاود. كما قلت لكم هذا الموديل زعما بكثرت ما عجبني وداك الشيء خديت منه جوج، خديت هذا اللي في الكري وخديت هذا الابيض. هذا راه خلاص شفتوني لابساه قبيله. تخيلوا فاش جيت نشوف لقيت راسي ما عنديش حتى شي حاجه في الابيض، وقيلا ما عمرني كاع لبست الابيض حتى خديت هذا التريكو. هذا عجبني صراحه، كيجي فيه بحال هكا شويه ديال النوار حتى هو من هنايا، وتا هو نفس الديطاي هنايا في جهه الجيب. هادو زوينين، هادو البنات اللي غتاخذوهم غير خذوهم، زوينين لا كاليتي ديالو حتى هي زوينه وتيجيو غزالين في اللبسه ديالهم. ديجا هذا غنعاود نخلي لكم وانا لابسه هنايا. المهم ديجا شفتوني لابسه قبيله، نخلي لكم التصويره باش توليو تشوفوه كيفاش كيجي. من بين الحوايج عاود اللي عجبوني واللي زوينه لا كاليتي ديالهم هو هاد الكاب اللي كيجي بحال هكا طويل. هذا ما غيبانش لكم، غيبان لكم في اللبسه. غادي نخلي لكم شي تصويره هنا باش تشوفوه هو ملبوس باش تعرفوني علاش كنهضر. هذا هو كيجي غزال صراحه، كاين بزاف د البنات اللي سولوني عليه. كيجي طويل سامبل وكيجي طويل وفيه الجيب، فيه جويبات هنايا فقط، هادشي اللي فيه زعما ماشي شي حاجه، ولكن كتحسي بالتوب ديالو حتى هو زوين، رطب التوب ديالو. وكما قلت لكم في اللبسه كيجي زوين. انا صراحه باش نقول لكم واحد الحاجه، اي حاجه من المره كتعجبني كتجيني انيقه في اللباس ديالها. المهم كما قلت لكم نخلي لكم شي تصويره هنايا باش تاخذوا فكره عليه مزيان وتشوفوه حتى هو كيفاش كيجي. حاجه واحده اخرى اللي حتى هي زوينه لا كاليتي ديالها، اللي هو هاد السويك هذا اللي كيجي بحال هكا في الكري، كيجي على شكل قميجه. المهم زوين صراحه عجبني انايا. لا كاليتي ديال الساك حتى هي كنحسوا بها، المهم زوينه ماشي دوك السيكل العيانين.
مقارنه زعما باش تكونوا خديتوه من سيت اسيوي ويكون بهذه الجوده هذه انا جاني مزيان. حتى هو اكيد غنخلي لكم لو ليان ديال الصندوق في الوصف. وكاين هاد البزيطمات هادو هاد الجوج كيجي واحد هكا والاخر بحال هكا. المهم هادو عاديين باش ما نقولش لكم عاطيني زوينين. المهم عاديين جاتني لا كاليتي ديال البسطام عاديه كتحسي بالجلد ماشي شي جلد. المهم هادو كي كنقولوا واخا هكاك دايزين كيجي واحد صغير وواحد كبير. المهم بورتفوي فاش كديروا لي كارت ديالكم فاش كديروا كذاك الشيء الحوايج البيرسونيل اللي كتخرجوا معاكم. ودابا غندوز معكم الحوايج اللي ما عجبونيش واللي خايبين وما نصحكمش انكم تاخذوهم حتى نتوما نهائيا واللي كنقولوا حالتهم ما تقدريش تلبسيهم نهائيا. اللي هو اول حاجه هو هذا المونطو هذا. هذا البنات فاش شفتو انايا فاش شفت الماكان لابسه راه ما تخيلوش كيفاش كيبان واعر. فاش شفت لا كاليتي ديالو تصدمت ديال بصح صراحه. الا خديتو غير من السوق وما لقاش بهذا لا كاليتي هذا حالته التوب ديالو خايب بزاف 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 بزاف. ماشي كشمير ما عرفت كاع التوب كيفاش داير في صاله عنده ما زويناش حتى في اللبسه ما عرفت كاع كيفاش غادي يجي صراحه ما عجبنيش. هذا ما زوينش نهائيا. شفتو كيما قلت لكم الا شفتوه لابسه المانكان كيبان واعر ولكن المهم هذا الزيرو هذا لا كاليتي ديالو ما عجبنيش. حاجه واحده اخرى اللي ما عجبتنيش لا كاليتي ديالها هو هذا السروال. كنت كنتوقع بلي الجين ديالكم كيتيره ويكون زوين. هذا حتى هو ما زوينش البنات كيجي بحال هكا حتى لتحت ولكن التوب ديالو كتحسي به توب خايب ما زوينش نهائيا. هذا حتى هو ما ننصحكمش تاخذوه وقيلا ما ننصحكمش تاخذوا كاع الجينات اللي كاين عندهم ثم الا كانوا بهاد لا كاليتي كلهم. واخر ارتيكل غادي نشارك معكم اللي هي هاد هذه صراحه كانت بانت لي على شكل غوب ولكن فاش شفتها انصدمت. التوب ما زوينش الفصاله ما زويناش عريضه بزاف 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 يعني لا طاي اللي خديت ما جاتنيش هي هذيك. كيجي الديتاي ديالكم بحال هكا بالحق كما قلت لكم راه ماك ما زويناش ما كيجيش زوينه في اللبسه نهائيا. شفتوا ما عجبتنيش حتى هي. صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين بالنسبه لي زارتيكل. كما قلت لكم عطيتكم رايي الصريح الحوايج اللي عجبوني راه قلت لكم عجبوني الحوايج اللي ما عجبونيش راه ما عجبونيش. ما ننصحكمش انكم تاخذوهم حتى نتوما. غادي نسد معكم الفلوغ هنا البنات نقول لكم تصبحوا على خير. ما تنساوش انكم تشاركوا في المسابقه اللي غادي نحط لكم اكيد لاباج انستغرام ديال المسابقه اللي انا دايره لكم. دخلوا وشاركوا ضعفوا الحدود ديالكم وتصبحوا على خير ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.